اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا البنات في فيديو جديد. كيف العاده اخترت لكم هنايا موديلات متنوعه والجديد دائما في التصاميم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديال الاقتراحات. اليوم صراحه كاينين قطع الملابس لدرجين على الموضه. في اول فيديو كيف ما كتشاهدوا معايا كاين هاد المعاطف الشتويه، فيهم هاد الابيض وفيهم كذلك الاسود كيف ما كتشوفوا هنايا البنات، كيجيو مزيونين طوالين وفيهم حتى البيج، تصميم عصري وكيجيو ايضا رائعين في اللبس البنات. وكذلك كاين هاد الموديل، هذا مختلف هذا اللي شفنا قبل، وحتى هو ايضا معطف شتوي اللي كيجي طويل والثوب ديالو كيجي مزيون، يعني كيف ما كتشوفوا معايا المحجبات كتبغي شي حاجه تكون واسعه وطويله. وايضا حبيبتي كاين تنسيقات عديده بالنسبه لقطع الملابس، كيف ما كتشوفوا منايا كاين هذا الموديل هذا مع السروال، كيجي هيدا باللون مفتوح غوز مفتوح كيف ما كتشوفوا هنايا، نسقت معاه نفس اللون ديال الفولار والسروال حتى هو نفس اللون. ايضا حبيبتي كاين هاد المعاطف اللي كيجيو بالكمام، نسقته هنايا مع الشوميز في اللون الابيض، كيجي بالسري وكيجي بالقب كيف ما كتشوفوا، وحتى السروال في اللون الاسود. ايضا حبيبتي من ضمن هاد التشكيله اللي اخترت لكم في هاد الفيديو كاين هاد الموديل هذا، كيجي طويل في الابيض ولا بلون كلاسيك، كيجي هيدا الجياب ديالو كيجيو هيدا مطروزين وكيجي بالسري. كاين هاد الموديلات هادو ايضا يمكن لكم تنسقوهم مع الفساتين او مع التنوره وكذلك مع السراول كيف ما كتشاهدوا هنايا في الفيديو، نسقته هنايا مع السراول في اللون الاسود، وهذا من الفوق كيجي فيه الالوان كيف ما كتشوفوا الكرونه والاخضر. وكاين هاد لونسومبل هذا الفوقاني كيجي طويل فيه ثلاثه ديال اللوينات كيف ما كتشاهدوا معايا البنات، الظهر كيجي في لون حسبي. وكذلك كاين هاد المعاطف اللي كيجيو بالكمام، شفتو في اول فيديو ديك المعاطف اللي كيجيو هيدا طوالين وهذا كيجي قصير، يمكن لكم ايضا حبيبتي تنسقوهم مع التنوره. من ضمن هاد تشكيله جديده من المعاطف الشتويه كاين هاد الاسود كيف ما كتشوفوا، نسقته هنايا مع الاحمر والتنوره في اللون الاسود. ايضا حبيبتي كاين هذا الموديل هذا مختلف تماما على اللي شفنا قبل، فيه اللون الاسود وكاين هذا لونسومبل هذا في البيج، الفوقاني الفصله ديالو شي حاجه جديده وعصريه. وكاين هذا المعاطف اللي كيجيو بالكمام كذلك، هادو خرجوا طوندونس هذا الموسم هذا بالنسبه لفصل الخريف وفصل الشتاء بالنسبه للتنسيقات ديالهم كيف ما كتشوفوا. وايضا حبيبتي كاين هاد الموديلات ديال شوميز هيدا اللي كتجي شتويه وكيجيو طوالين، هنايا اللون الاحمر مع الجري، وهنايا الشيبي الازرق مفتوح مع الماغو مغلوق كيف ما كتشوفوا هنايا البنات، ونسقاتو كذلك حتى هنايا مع السروال في اللون الابيض. هنايا حبيبتي كاين هاد لي زونسومبل هادو، الفوقاني كيجي هيدا مطروز ومنبت كيجي مزيون في اللبسه شي حاجه مبدله وعصريه. شوفوا اللون الاسود البنات كيفاش كيجي، دائما اللون الاسود كيجي ارقى الالوان في الموديلات في جميع الموديلات. شوفوا هاد لونسومبل هذا الفصله ديالو كيفاش كتجي البنات، الكمام فيهم اللون مغلوق واللون مفتوح، فيهم حتى اللون الاسود، فيهم الجري بلون كاسي والاسود البيج كيف ما كتشاهدوا معايا، ونسقت مع هنايا الشال في الازرق. وكاين حبيبتي فساتين شتويه، كاين هذا الموديل اللي كيجي هيدا واسع بلا كمام، عفوا كيجي بلا حزام وكيجي هيدا بالجياب، الكمامات كيجيو مجموعين يعني باش كتكون هيدا اللبسه مستوره. وكاين هاد التصميم هذا حتى هو مختلف البنات على التصاميم
اللي كنشوفو دائما في الفيديوهات في القناة. كاين كذلك هاد موديل معطف شتوي او لا فستان عفوا، موديلات متنوعة كيف ما قلت لكم في اول فيديو. كذلك حبيبتي كاين هاد التنسيقة هادي التنورة يعني في اللون الاسود الفوقاني في الجري. كذلك حبيبتي من ضمن هاد الموديلات هادو كاين هاد الفستان اللي كيجي كيما كتشوفوا منبت على واحد الجهه ديال الكتف وهابط هيدا على الصدر كيجي مزيون. وكاين هاد الفستان هذا كيجي شيك في اللبسه، شي حاجه راقيه الصراحه، ارقى الفساتين ارقى التشكيله اللي اخترت لكم اليوم، تشكيلة راقية ومميزة، تصاميم عصرية بأفكار عديدة بالنسبة للتنسيقات وقطع الملابس ولا الألوان. شوفوا هاد القطعة هادي بالنسبة للتنورة في صالة ديالك تجي شي حاجة رائعة. وكذلك حبيبتي كاين هاد الموديل هذا لونسومبل اللي كيجي هيدا منبت على الكول، الدورة ديال الكول كاملة والكمام كيف ما كتشوفوا بالنسبه للتنوره كتجي حسبيه كتجي عاديه. هنايا حبيبتي فيهم هاد بلومارين حتى هو نفس الموديل وكيجيو مزيونين بالنسبه للتنوره كتجي على هذا الشكل هذا، والفوقاني كيجي قصير، هما لي طوندونس. هنايا حبيبتي كيف ما كتشاهدوا معايا هاد الفستان، فستان خريفي فستان شتوي، يمكن لكم انكم تنسقوا معهم معاطف شتويه كيجيو هيدا مفتوحين. ايضا حبيبتي كاين هذا الموديل، هذا موديل رائع واسع الصراحه مريح في اللبسه، فستان شتوي فيه جوج انواع ديال الثوب كتجي شي حاجه طوب في اللبسه في اللون الاسود، واللون الاسود دائما كيجي كلاس. بالنسبه للموديلات اللي اخترت لكم هنايا هذا الموديل هذا لونسومبل في اللون الاسود او الفستان في اللون الاسود، وكاين هذا الموديل هذا الفوقاني كيجي بلا كمام وكيجي هيدا منبت بالاسود على واحد الجهه ديال الكتف، وكاين هذا لونسومبل ايضا حبيبتي كيجي الفوقاني في ماغون مغلوق، وبالنسبه للسروال في البيج وديك الطرزه فيها حتى البيج والاورانج، يمكن لكم تنسقوا معاهم حتى السروال في الاورانج غيجي رائع. كاين حبيبتي هذا الموديل هذا لونسومبل، السروال الفوقاني ديالو كيجي طويل كيجي على هذا الشكل هذا، كاين هذا الجري والابيض كيف ما كتشوفوا كيجي بالجياب كيجي مستور وانيق. وكيف ما كتلاحظوا معايا حبيبتي هنايا في هاد الصور هادو غنكون وصلنا لاخر فيديو، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. مع السلامه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.